شيطان جتون إذا رحمة ربي رادر بما تهي جتون يوكان شيطان الرجيم كانت دربما دا شيطان جتون من شيطان الرافو دمي أي بعودة كفقات جتون إذا رحمة ربي رافقات رحمة ربي رادر بما تهي يوكان من الشيطان جتون إذا متجبات الرجيم رحمة ربي را درب مثني يجتشودا برا آخراتنا فلتا أولماعني دعائي لمتا أعوذ بالله الله اتما قنفتا الله انسني السميع أجايا جت جبروتا العليم بيكا وهندا مر من الشيطان الرجيم متجباتا رحمة الرادر بما تهسن الر ومنها أن يقول جلال أما اللي نمتشان جتشولا كان مرض انتهين تقوم كيسا جتابر أعوذ بالله رب ما قنفتا السميع العليم ربين سن تغيا العليم بيكا كته من الشيطان الرجيم شيطان الرجيم الرا من همزه ونفخه ونفثه من همزه مرات مسارا ونفخه بون سارة نافوفي البقوي سيلا لك كالأرادات بون نكيسة كاهي جتشو سارة ونفسه وللو سارة وللو شعري ست ما قنفتا أجل كن هندنو وان الرامة قنفتني أما لال حمزهين مراتما جتون سواسواسي صدرقا مراتما تنسيقا نفخهين أمو سيأفوفي سيبوكويسي أنا مالينا مننجيرو سيجنجيرا سيمالي أنت الوحيد سمالي نم نتقنجرو سمالي عالم ننجرو سمالي دبتا ننجرو سمالي دريس ننجرو سمالي كنمايا دنجرو سمالي سنجر ونفسهين إما فلفل ساجتش بعدين لما قصدت لي فسريجر كانت رب شيطان نورها قف أكث دعاء إنتن أكث مدرس نرى قراءة الفاتحة قراتي فاتحة قرأ دب النج الفاتحة ركن من أركان الصلاة فاتحة ركن صلاة كيسا توقو بالنسبة للإمام قرى إماماتي في والمنفرد نما الدثلات تلي في كل ركعة شوف ركعة كيستو يو إمامتي من صلاتي يو أدلون فصلاتي اللي ركعة هند كيستو قرى واجبة ركني واجبة ويتجن ركني اتباعني وهذا كني ركني تهون إذ هي كني مذهب الجماهير كراء الرهد من الصحابة والتابعين صحابة نبيتي في تابع توتات ومن بعدهم والرئيسان بودا لي أنها ركن فاتها الركن دا لا تصح الصلاة إلا بها صلاة إذا أملي فيان تاتو فإن تركها عمدا يوبك كاريس صلاة ينو فاتحة صلاة كيستي أو سهوا يقاد دقتي
حتى دقت اللي يريد بطلت الصلاة صلاني نبد لحديث عبادة رضي الله تعالى عنه حديث عبادة قبلني ما الجرى لا صلاة لمن لم يقرأ صلاة ننجرتنا من قرأني بفاتحة الكتاب فاتحة ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أقوم حديث أبي هريرة في أمس من صلى صلاة نمن سقد سقد لم يقرأ فيها ككيسة قرأن بأم القرآن فاتحة أم القرآن جرمتي فهي إذن خداج إرؤايا خداج جتون إرؤو جتا نقول تمني درسين تينا تارا أكيد لابتا درسين تأنتو ولتدجانا وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.